إلى واجهة الأحداث تعود العملية العسكرية الدائرة على الحدود اليمنية السعودية بعد تصاعد موجة التحشيد والمواجهات بين حرس الحدود وميليشيا الحوثي والمخلوع. فعلى هذه الأرض يرسم واقع جديد تعثرت الدبلوماسية الدولية والخليجية معا في تهدئته أو إنهائه. وفي مؤشر على خوض جولة حرب جديدة، قامت السلطات السعودية بإخلاء عدد من القرى الحدودية في محافظتي الداير وصامتة من السكان وفقا لوسائل إعلام سعودية. وأصدرت الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي تحذيرا مفاجئا لرعاياها بعدم الاقتراب من الحدود اليمنية أو مدن جازان ونجران السعوديتين. تدفع الميليشيا بكل قوتها العسكرية هنا على الحدود بعد انهيار المشاورات ومغادرة الوفد الحكومي الكويت وقناعة دول التحالف بعدم جدوى استمرار التفاوض وضرورة الحسم العسكري. تحاول ميليشيا الحوثي والمخلوع تغيير المعطيات لتعطي بذلك مؤشرا لدول التحالف أنها ما تزال تملك بعض الأوراق العسكرية وبإمكانها إقلاق الأمن على الحدود، الأمر الذي يحتم عليها الجلوس معها للتفاوض. لكن هذا لن يحدث رسميا، وإن حدث ربما سيظهر على شكل تفاهمات خفية وعبر جسر مسقط لتفعيل اتفاقات ظهران السابقة إن لانت المملكة وحشدت الدبلوماسية الخليجية وسطأها. الشاهد في هذا السياق أن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر التقى وفد الميليشيا في الكويت وناقش معه سبل التوصل إلى تهدئة جديدة على الحدود. والأهم أن لجنة التنسيق والتهدئة المشكلة من قبل الأمم المتحدة والتي تم نقلها إلى ظهران جنوب السعودية تنتظر التفعيل والتنفيذ. الناطق باسم قوات التحالف استبق هذا اللقاء قبل يومين مؤكدا أن تأمين الحدود السعودية هو ما يحتل أولوية قصوى لدى التحالف والهدف الذي يسعى لتحقيقه خلال الفترة المقبلة. بالمقابل بدا الرئيس المخلوع هو الآخر لينا ومناورا وماكرا في الوقت ذاته حين دعا المملكة مؤخرا إلى الحوار وصفا إياها بالشقيقة الكبرى. جاءت تصريحات المخلوع في اجتماع مع قيادة حزبه بالعاصمة صنعاء بعد يومين على اتفاقه مع ميليشيا الحوثي تشكيل مجلس سياسي أعلى، وهو ما رفضته الحكومة والأمم المتحدة والدول 18 الراعية لمباحثات السلام. عند هذه المعطيات هل ستنجح التفاهمات الجارية والمعد لها في تهدئة نار الحدود المشتعلة؟ وكيف ستؤثر النتائج على خيارات التحالف العسكرية في بلد لم يسعفه السلام وبقي مرهونا لخيارات الحرب؟